كرة القدم الكرة دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة أوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميد وسيف وحزن إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتازي مولع نار مساء الخير على كل جمهورنا جينا لكم في الحلقه الثانيه من ستارز اوف فانتازي وتحدي الهيد تو هيد العالمي والثعلب حازم وميدو منافسه هيد تو هيد غير طبعا منافسه الجمهور اللي بنتابعها على طول في كل حلقه وجوائز كثيره جدا هيكون معانا جوائز اسبوعيه متميزه من ال جي وشاشه نانو سيل بعد الدور الاول وشاشه اوليد اخر كل او اخر كل دور ميدو يوم جديد النهارده بدايه البريمير ليج واسبوع صعب جدا واخترنا الفرق بتاعتنا بعنايه لان البدايه دايما مهمه جدا ان انت تبدا كويس ان شاء الله الراوند بيبقى نهايه حازم اكيد انت يعني بقالك سنين كتير عارف مين اللي بيجمع وعارف وسال صحابك وجاي ومش تلميذ يعني انا فاهم انت هتعمل ايه والله بص هي ملهاش كبير يعني شفت ابتدى ايه اللهجه بتتغير التون بتتغير في الحلقه دي في الجد بقول لك ايه في الحلقه دي عازم جايب ورا فعلا اسمع مني بس هي في الاول ممكن الاسبوع الاول يرمي حاجه يديكوا بقى كده خد ده اللي بعد 10 اسابيع يعني ما تاخدش بالنتائج الاولانيه دايما ادي لنفسك سبيس ما تفرحش بالطلعه لان انت هتلعب يعني محتاجه شويه لكن طبعا انت بتحاول تحط عصاره الدماغ يعني في الموضوع ان شاء الله عامل فرقه كويسه بس انا اللي انا بسطني حاسس ان انت برده جاي من البدايه في المنافسه مع ميدو هات تو هات مش شايفه بصراحه كل واحد انا موثق في واثق من الفوز لا مش شايفه يعني مش حتى ولا تاريخ ولا بتاع ولا مش يعني اكنه ما جاش يعني علامي على نفسه يعني علامي على نفسه يا عم ده كان بيروح لندن يروح يقعد في نايتس بريدج وبتاع لا يعني علامي على نفسه عمال كده بيقعد يكلمني والله العظيم كان يقعد يكلمني اجيب له تذاكر يروح ماتشات ايوه بس ايه علامي على نفسه وبيعمل كده يعني ايه علامي خلينا قول لنا فريقك بقى فريقك ده الهشويك فريقك بقول لك ايه دي قديمه ده في ورق كتير مكتوبه يا جماعه قول لنا كده فريقك يا بيه قول لنا فريقك انا واخد هوجو لوريس حارس توتنهام من الحراس من السنه اللي فاتت على فكره انا باخد دي اول غلطه بقى انا بحب لوريس جدا عمل السنه اللي فاتت كتير كلين شيت مهاجم كويس مدافع حارس مرمى كويس ومعاه طبعا بوينت كتير السنه اللي فاتت يعني جاب بوينتس كتير وصد كتير وبيعرف يصد بلنتيات بيعرف يعمل تصديات كتير خلي بالك الجون زي ما قلنا في الفتره في الحلقه اللي قبليها سيف كلين شيت اكتر من ثلاث تصديات بيجيب لك نقط وهو بيصد على طول كويس بصراحه وعنده فرقه كويسه عنده باكات محافظه على نفسها بشكل كويس لا وعنده الاربعه اللي قدامه جامدين بيعرفوا يدافعوا كويس فده ممكن يجيب لك ماتشات كتير بوينتس كتير عندي توم هيتون برضو من استون فيلا حاسه مميز جدا جدا كان من افضل حراس البريمير ليج مع بيرنلي في الموسم السابقه الاخيره وكمان سعره كويس وخلي بالك الحارس الاحتياطي دايما هيبقى سعره يعني 4.5 نوعا ما وده معقول يعني خلي بالك البادجت بتفرق جدا انا عندي 2 3 لعيبه جايبهم بالبادجت عشان يعني البادجت قفل عليا تلم ايدك ما انا قلت في الحاله اللي فاتت كده انا حافظك وهو متعود على هاخد باك هاخد في الدفاع لوكاس دينيا واحد من اللعيبه المهمه جدا على فكره لعيب كويس قوي متابعه من ايام ما لعب في روما جاي من فرنسا لعب في روما باك الشمال كويس جدا ميزه ديني السنه اللي فاتت جايب 4 اهداف و5 اسيست وده عدد كبير جدا من النقاط يعني وكان من احسن لعيبه السنه اللي فاتت على مستوى ايفرتون مين اكتر واحد لم لك بوينت السنه اللي فاتت لا مش فاكر اكتر لكن ده من اكتر الناس خلي بالك يعني بص روبرتسون اللعيب الكبير قوي مع ليفربول عمل 12 اسيست السنه اللي فاتت اللي هو الباك الشمال ليفربول ديني عامل 4 تجوان جايب 4 تجوان الجون يعني ب6 بلس انه عامل 5 اسيست وبالتالي معدي روبرتسون فانا واخد ديني عامل موسم رائع باك شمال بيعدي وبيعمل كروسات كويسه بيلعب كوره ثابته كويس وبيعرف يجيب جوان هوليبس برضه من ايام ما كان بيلعب في روما وانا عارفه باك شمال بيلعب كوره ثابته كويس قوي بيجيب جوان دايما كورنر هو اللي بيلعبها او كورنرز هو اللي بيلعبها فبالتالي بيعمل جوان كويس اكي لاعب بورموث برضه من اللعيبه بورموث ساعات كتير بيخش جوان كتير بس اكي تلاقي مثلا هو جاب جون بيطلع في الكوره العاليه كويس قوي بيعرف يجيب جوان تعرف ان ليستر كانوا عايزينه لعيب كويس قوي لعيب هولندي وقعد في تشيلسي شويه كتير وراح اعارات طلبوا فيه 80 مليون باوند بيجيب جوان كتير لا هو مدافع كويس مهاجم كويس ناشئين تشيلسي اصلا تشيلسي هو هولندي طبعا مارتن كيلي من كريستال بالاس يمكن زي ما قلت هضطر اخد لعيبه شويه البادجت هي بتاع ان سعره 4 مليون فبالتالي لازم تاخد لعيب يبقى مش بارقام كبيره ليه علاقه الرقم الكبير مع البوينت
يعني دايما وانت بتختار أكيد. السنه اللي فاتت خباك روبرتسون ده كان بخمسة ونص ولا ستة، دلوقتي بقى بسبعة. الكسندر الباك اليمين لليفربول السنه كان بخمسة، النهارده بستة ونص. فالارقام المدافعين خلت البادجت كتير. المية مش عارف يجيبوا لك حاجه. ايرون وان بيساكا واحد من اللعيبه اللي عمل الموسم الماضي بوينتس كتيره جدا مع كريستال بالاس، طبعا راح مانشستر يونايتد خدته برده، هيبقى معايا ان شاء الله، انه بيعرف يجيب اجوان وبيعمل اجوان كويسه جدا. نص الملعب خدت رحيم ستيرلينج، لعيب دايما بيعرف يجيب اجوان وهاجم كويس، محطوط طبعا نص ملعب. فريزر من الناس اللي عملت بوينتس كتيره جدا مع بورموث السنه اللي فاتت، وعمل ثنائيات كتيره جدا وجاب اجوان كتير وعمل اجوان كتير، وكان من مفاجات الفانتسي السنه اللي فاتت. ريتشاردسون لاعب البرازيلي لاعب ايفرتون برضو السنه اللي فاتت لعب ماتشات كتير راس حرب، وهو اساس نص ملعب لانه كان بيعرف يجيب اجوان، فبرضو انا واخده معايا. ايوزي بيريز طبعا نفس الكلام، هو لعب كتير قوي كراس حربه في نيوكاسل، راح طبعا انتداب ومحطوط في وسط الملعب، برضو من اللعيبه اللي بيعرف يجيب اجوان وبيعمل اجوان. هيدن من نيوكاسل برضو نفس كلام، البادجت خدته زي ما كيلي خدته بسبب البادجت 4.5 مليون. في الهجوم، في الهجوم واخد ويلسون من بورموث، لعيب البادجت بتاعه كويس ولعيب هداف بيجوان كتير، هداف بورموث الموسم الماضي وجاب برضو بوينتس كتير قوي الفانتسي السنه اللي فاتت، كنت معاه كويس. اوباميانج واخده من الارسنال، هداف الموسم الماضي مع صلاح وماني. يمكن الناس تقول لي ما خدتش صلاح، موسم كبير، يمكن حد يقول لي ما خدتش صلاح ليه، صلاح اكيد هاخده، بس يمكن صلاح لسه جاي برضو من البريس يعني في اول الموسم، اي نعم عنده نورتش اول ماتش، لكن لسه شايف ممكن بعد جولتين ثلاثه هبتدي اخده ان شاء الله. مش فيجن خالص يعني الماتش، الماتش بتاع نورتش في ملعبه ماشي، بس بعد لا هو الماتش بتاع الماتش بتاع الكوميونتي كان جامد جدا. انا يا عم انا رؤيتي كده يا عم، انا راجل غلبان يا معلم، براحتك تعالى براحتك، ما يضايقكش هاخده معايا ان شاء الله بعد كده، مش هنسلفك، ممكن يكون حافز ليه عشان يشد حيله الضغط الجاي، حافز ليك ان انت ما خدتوش. اوباميانج واخده معايا، ان اوباميانج معاه فرقه كويسه وبتهاجم كويس، وجابوا بيبي لعيب المساحه الالعاب، وجابوا كذا لعيب، وهم فرقه بتلعب دايما اوبن يعني ماتش على طول. واخد مويز كين، كين ده لعيب ايطالي جاي من يوفنتوس، لعيب شاب صاعد بشكل كبير جدا على فكره. هو برضه عايز اقول للناس، هي من الخطوره انك تاخد لعيب ما لعبش في الدوري الانجليزي قبل كده، بس انا براهن على كين ده انه هيبقى واحد من اهم اللعيبه، لعيب صغير قوي، لعب السفات شويه مع يوفنتوس في اخر موسم، لعب دوري منتخب ايطاليا، منتخب ايطاليا طبعا شباب لعب معاهم ماتشات كتيره، مستقبل قوي جدا، رايح ب 60 مليون يمكن اخر صفقات ايفرتون. ايفرتون السنه دي عامله فرقه كويسه قوي، فاعتقد ممكن يكون ليه ان شاء الله شكل كويس. طيب قبل ما نروح قبل ما نروح لميدو ونعرف منه تشكيلته، نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعرف تشكيله ميدو ايه واختارها ازاي وفرتك ال 100 مليون في ايه بعد الفاصل. ميدو اكيد جاي بقى باحلام السنين وبعصرة الخبرات كلها، عاصر خبراته بشكل كبير، واكيد مسك ال 100 مليون واستلف عليهم علشان يعمل فريق فرقتك. بص بقى الناس بتاعت الفانتسي هتفهم الفرق في الخبرات من اول ما اقول تشكيله. بيقابلني انا رحت طبعا الاختيار كان صعب جدا زي ما كابتن حازم قال، رحت الدخية، ورغم ان مانشستر يونايتد دفاعه عنده مشاكل كتيره جدا، لكن دخية من الحراس اللي بتعمل سيفز وبتعمل تصديات كتيره جدا، يعني برضو وانت بتختار الفرقه ممكن تكون فرقه بيخش فيها جوان، بس في كور كتير بتوصل للجول كيبر فبتدي له بوينتس اكتر، فاخترت دخية. وهيتون من استون فيلا، حارس كويس جدا، ما هو بيقلدني من اولها. لا والله ماشي. لا والله جول كويس جدا في الشامبيونشيب، هايل. في خط الدفاع روبرتسون الباك ليفت بتاع ليفربول، اكتر لعيب عمل اسيست في البريمير ليج السنه اللي فاتت، واكتر فول باك عمل اسيست، وشفنا التطور الكبير جدا والعين السكاوتنج مهم جدا ان انت بتختار لعيب، جابوه من هال سيتي ب 7 مليون باوند، وازاي تطور مع فرقه ليفربول كلها سهم طالع، مدرب كبير، مدرب يورجن كلوب يورجن كلوب من المدربين اللي بتطور لعيبه، مش بتشتغل على اللعيبه اللي معاه بس، بيطور اللعيبه، كل اللعيبه اتطورت، ارنولد وروبرتسون وكل اللعيبه اتطورت بشكل كبير جدا. كولمان لعيب طبعا، لا الباك رايت بتاع ايفرتون،
اصيب اصابه جامده السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت بس رجع في اخر السيزون اللي فات. لا اخر السيزون اللي فات رجع ولعب كويس اخر 3 4 ماتشات لعب. بيجيب جون كتير وبيعمل جون كتير. فاكر كان زمان كولمان وبينز. كولمان عطوه بينز. وبينز هما الاثنين كانوا الظهرات جنب بتوع ايفرتون. فاخترت كولمان بيعمل اسيست كتير جدا وبيجيب جوان كتير جدا وهو في حالته. انا متوقع السنه دي يبقى كويس. هاكي من بورنموث نفس اختيار كابتن حازم. لعيب مهم جدا في تشكيلي في الفانتسي. كيلي من كريستال بالاس جايبه لانه لازم تختار لعيبه يعني يكون سعرها قليل. هو ب 4 مليون بس. عيسى ديوب من ويست هام واحد من افضل المدافعين طويل وسعره كويس جدا 4.5 مليون. فشفت ان عيسى ديوب يكون اختيار كويس. في خط النص خط الوسط محمد صلاح اكيد. محمد صلاح هداف البريمير ليج ومتوقع ان شاء الله السنه دي ان هو يعمل سيزون كبير ان شاء الله. ربنا يوفقه ويوفقني في اختيار ليه. فريزر من بورنموث واحد من اهم العناصر الهجوميه طبعا في البريمير ليج. هو ويلسون هما الاثنين لعيبه مميزين جدا في بورنموث. لوكاس مورا من توتنهام. اشتريت صلاح بكام؟ اغلى واحد صلاح 12 صح 12 ونص تقريبا اغلى واحد في الفانتسي. صلاح ان شاء الله يجيب لنا بوينتس كتيره وانا كمان عامله كابتن. عشان كابتن بتفرق طبعا. كابتن بتاخد دبل بتاخد البوينتس دبل فانا عامله الكابتن. لوكاس مورا من توتنهام طبعا شفنا كلنا شفنا مورا السنه اللي فاتت كان كويس جدا ورغم وجود منافسه كبيره في خط الهجوم ما بين كين وسون ومورا الا ان كل مره بيشارك وخاصه مع اصابه سون هيكون ليه دور كبير الاسبوع ده وغياب طبعا ديلي علي الاصابه. واخيرا ايوزي بيريز نجم ليستر سيتي المنتقل حديثا من نيوكاسل. لعيب مهم جدا في التشكيله بتاعتي. وفي الهجوم اخترت جويلنتون من نيوكاسل اغلى لعيب في تاريخ نيوكاسل ب 40 مليون باوند. لعيب انا متوقع ان هو يكون يعني اضافه كبيره جدا لنيوكاسل. واخيرا لا قبل الاخير طبعا اجويرو واحد من هدافين بريمير ليج في السنوات الاخيره ومع الكثافه الهجوميه وغزاره الاهداف في مانشستر سيتي متوقع ان شاء الله ان هو يكون ليه دور كبير في تشكيلتي. واخيرا سيباستيان اولر يعني اغلى لاعب في تاريخ ويست هام واللي تالق مع فرانكفورت اينتراخت فرانكفورت السنه اللي فاتت كان بيلعب جنب يوفيتش اللي انتقل لريال مدريد موجود في تشكيلتي في الهجوم هذا الاسبوع. حازم عايز اقابلنا يبقى قابلنا. لا لا هتشوف بتكلم كتير تحت شعري بقى قابلني تحت شعري قابلني افتكر الحلقه الجايه بقى احطها كده هتشوف يبقى قابلنا. انا مذهول ان هو بيتكلم بثقه كده يتحدث معاك بالطريقه دي. هو ده اللي انا مستغرب له. يعني انا قلت انت هتيجي اكيد دوري الجيزه تيجي راكب هو ابتدى جامد هو فتح بقه الراجل ده قمه في الادب والاخلاقيات زي ما اتجرأ عليا في البريمير ليج انا هتجرأ عليه في حاجات تانية بره الملعب. احنا كده كده هننهي البرنامج قبل ما يبتدي. حازم التشكيله الاساسيه بتاعتك مال تاني التشكيله الاساسيه اوكي بيبي الحمد لله على سلامتك. ماشي الحمد لله على سلامتك. الفرحه بتاخده دايما معلش. لوريس حاطه طبعا كمهاجم اساسي حارس مرمى عامل حاطط لوكاس ديني ايفرتون وهوليبس واكي. يعني انا مش حاطط بيساكا اول ماتش عنده تشيلسي فبرضه ايه قلقان شويه ممكن يخش جون ولا حاجه فحاطط الثلاثه دول. هلعب ثلاثه وهلعب اربعه في نص الملعب رحيم ستيرلينج وفريزر وريتشاردسون مين دي 3 4 دي مين لا انا 3 4 3 هلعب سو 3 4 دي مدرسه ميدو قوي مدرسه ميدو 3 4 دي لا خالص في الوحده السنه 3 4 2 3 1 هلعب ستيرلينج زي ما قلت وفريزر وايوزي وريتشاردسون كابتن فريق أربعة في نص الملعب ثلاثة قدام أوباميانج وكين و ويلسون كابتن فريق أوباميانج تمام ميدو 3 4 3 برضو الثلاث مدافعين روبرتسون وكولمان واكي في وسط الملعب. انت قلت في الدوري السعودي 4 3 2 1 4 2 3 1 4 2 3 1 بس دي ما كانتش مدرستك بس طول عمرها ان انت لا لا لعبت باربعه لا في الزمالك والاسماعيلي كنت بلعب باربعه. الفانتسي كمان انت يعني حسب اللعيبه اللي معاك بتشتغل العب بالشكل اللي انت عايزه. يعني في وسط الملعب صلاح وبيريز وفريزر ومورا وتلات مهاجمين اولر واجويرو وجويلنتون. كابتن فريق صلاح ان شاء الله. صلاح الاسبوع ده هيكسبني بوينتس كتيره انا متاكد باذن الله. هيلعبوا نورويتش على انفيل. صلاح كان يعني حظه وحش جدا قدام مانشستر سيتي في الكوميونتي شيلد فان شاء الله الاسبوع الاولاني ده هيبتدي هيفتح سجله التهديف في البريمير ليج. لما تقعد تفكر ان انت كمدير فني بت 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 بتختار فريق طريق او اسلوبه تلعب بيه عن ما تختار فريق تجمع بيه بوينتس يوديك لنفس المدرسه برضه ولا مدرسه مختلفه؟
يعني وانت مدرب انت بتحاول ان انت تبقى عندك اكتر كلين شيتس وبتحاول ان انت تحرز اهداف كتيره يعني فكره مختلفه بس نفس الحاجه تجيب عدد اهداف اكتر وان انت بيخش في جوال في احلى حاجه وانت في الفانتزي يا سيف ان انت زي فاكر شفتني كده اقول لك يا نهار ده جاب جون في نفسه ده جاب أيوة. الحاجات دي انت بتتابع حاجه يعني كنت بتتابع معرفش انت بتكسب جوائز الحاجات اللي هي غير الفرقه ان انت بتشوف مين الناحيه الثانيه اللي منافس ليك جاب جول بتخليك تتابع اخبار يعني فكره عبقريه بتخليك تتابع اخبار البريمير ليج بتتابع اخبار طبعا. مش بس الماتشات انت متابع بتاعك ومتابع الفرقه الثانيه لان ميدو مثلا عنده خد واحد خد انذار دخل فيه جول خلي بالك الروس بتاعت اللعبه نفسها فنيات كوره يعني المدافعين اللي حافظ على كلين شيت الحارس لو واحد خد انذار يعني كل حاجه بتاديك تلاقي مثلا لعيب عندك مهم جدا وجاب جول واحد واخد لك انذار مثلا او طرد يا ادي ان خلاص ضيع منك مثلا لو طرد 3 4 نقط فدي انت بتاخد منك كتير يعني تمام متفائل ربنا يكرم ان شاء الله انا شايف لك دخله حلوه يعني والله شايف لك دخله حلوه ان شاء الله ربنا يفتح انا بقول لك انا هكسب الراوند ده انت هتكسب الراوند اول حاجه هو حاطط اوباميانج كابتن هيلعب نيوكاسل في نيوكاسل ماتش صعب نطلع فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نشوف الاثنين دول هيعملوا ايه في بعض وانا اعمل ايه فيهم بعد الفاصل قلنا النهاردة كل حاجة ميدو قال تشكيلته حازم قال تشكيلته هيلعب بمين أساسي هيلعب بكابتن فريق عامل إزاي طبعا من الوهلة الأولى من الوهلة اللي نقول كلام يعني كبير متوقع جدا أفندم متوقع الراوند دي أقول لك الصراحة أنا كنت جاي بصراحة رامي عليه الثقة اللي هو دخل عليك بيها والحطة اللي دخل عليك بيها مش شخصيته فمخلياني مكتوم يعني أنا كنت بعد أنا كنت مسنيك لا كنت مسنيك طلع أفضل من كده لقيتك مكسور انا بقول لك صراحه انا مش قصدي حاجه والله طب طلع لك كام اكسب الراوند دي انا اتمنى على جنبه كده على جنبه بص شوف لا جاي بص جاي مقطع بطاقته هل ده عشان جاي من الساحل سيزون طويل سيزون طويل هو حالته كويسه الاسبوع ده هو حالته كويسه هنشوف اللي جاي هيبقى عامل ايه بس اللي جاي احسن بس سواء داخل بثقه الحقيقه عمياء عمياء انا اسطر اي حد بيفهم في الفانتسي هيفهم ان انا هكسب الراوند دي صدقني هتشوف يعني اليوم موسم طويل يا مينزو موسم طويل بس الراوند ده انا هكسبها ان شاء الله مش مشكله هتخلي بالك فيه حاجتين في الليج اللي الناس كلها داخله فيه وفي الهيد تو هيد الهيد تو هيد اللي مين هيكسب لا. كل راوند لو انا كسبت هاخد 3 بوينتس او حازم كسبها ولو تعادلنا ناخد بوينت كل واحد ان شاء الله باذن الله خير ان شاء الله 1-0 ليا 3-3 اول 3 نقط في ذا بوكيت اكيد ها شرفتني يا بيبي حبيبي منور حبيبي سيف شرفتنا ميدو حبيبي جود لك ان شاء الله ليك جود لك يا حازم ان شاء الله باذن الله في اللي جاي ان شاء الله باذن الله الاثنين داخلين منافسه جامده جدا هيد تو هيد وزي ما انا قلت لكم انا معاكم انتم واحد منكم هو اللي هيكسب جوائز مش عايز اقول لكم بقى حدث ولا حرج كل اسبوع جائزه من نانو سيل من ال جي وشاشه كمان في اخر كل موسم شاشه اولد وشاشه في نهايه الدور الاول وهدايا ومفاجآت كتير جدا 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 يعني هنكون معاكم الحقيقه هي لعبه جديده برنامج جديد وتحدي جديد ميدو وحازم العالمي والثعلب وان شاء الله باذن الله هخلص على الاثنين واحد منكم يكسب اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه ستارز اوف فانتسي